ايتم اللي هو قلنا عنصر التهيئه او ايوه اور مونيتورينج تو لقيناها على كونتكست اوسع كده اوكي alert طيب والالرت ايش هو؟ warning ركزوا على كلمة warning تحذير warning تنبيه تحذير تمام alert warning or notice about threshold change or failure that has occurred لما يطلع لك alert threshold means like edge يعني مثلا قد حصلت مشاكل للنظام هذا لحد معين ما عاد نقدرش نتحمله تمام يحصل alert مثلا 5 مرات والكمبيوتر يطفى there is a problem there is alert بيحصل التنبيه انه ماشي we reach a threshold بعد ما نوصل هذا المستوى ضروري نتصرف so or change احيانا يكون في تغيير or failure that has occurred أو فشل. Okay. Incident. الحادث. Unexpected interruption or reduction in quality of an IT service. An event which is not part of the standard operation of a service and which causes or may cause an interruption to or a reduction in the quality of the service. What is the most important word هنا؟ ايش الكلمة اللي تخليكم تعرفوها كلهم بسهولة؟ بالانسيدنت لما تعرف الانسيدنت حاجة تسبب interruption interruption يعني قطع تمام؟ reduction تقليص اوكي؟ يعني حادث حصل سبب لنا توقف عن العمل قطع العمل تمام؟ This is incident So, unexpected interruption in the quality of IT services. Problem, a cause of one or more incidents. مشكلة من الأكبر يعني إنه سبب الانسيدنت نفسه. The problem. So, if we solve the problem, we won't have incidents. لو حلينا المشكلة ما بيكونش فيه حادث زي كده. Okay. Service desk is appointed owner of all incidents and responsible for following up all incidents and problems. The service desk here has responsibility as a team, usually as a team, or sometimes in some few cases it might be in person. Okay. The service desk has responsibility for following up all incidents and problems. So, if an incident occurs in the organization, الآن حصل حادث في المؤسسة. من نسأل من المسؤول؟ The service desk. بس عادة service desk هذا يكون مرتبط مع العملاء أكثر مما هو مرتبط مع الموظفين. هو مرتبط مع العملاء كاي تي يوزرز حتى داخل الشركه نفسها يوزرز اوف اي تي اوكي ار ريجاردد از الشركه نفسه الان انت كموظف بالشركه تستخدم الاي تي سيرفيسز برضه بتحتاج للهيلث اوف ذا سيرفيس ديسك اوكي سو اف ذير از ان انسيدنت ذا ريسبونسبل وان ويل بي ذا سيرفيس ديسك The incident management process is used by the service desk to provide a structured and consistent approach to the handling, tracking, and ultimate resolution of all incidents. وال خلال عملهم يعني طريقة المساعدة لهم تمام؟ يستخدموا incident management طريقة منظمة إدارة الحوادث تمام من أجل الحصول على مفارقة ايش؟ ها
منظمة يعني مش عشوائية structured اوكي منظمة مرتبة ثابتة تسهم بالثبات consistent يعني لما نقول الشيء consistent يعني تسهم بالثبات اوكي مش مرة حل المشكلة كذا ومرة كذا يعني على ال على الحظ والمصالح so دكتور نقدر نقول ان هذا السيرفس مثلا عندنا في الجامعه المفروض يكون في مركز لعمل حلول توجيه الفنيين مثلا في الشبكات لحل هذه المشاكل مثلا يكون مثلا اداريين خاص بهذه الاشياء ترفع لهم التقارب من خلالهم ويكون فنيين مثلا خاص بالشبكات خاص بكذا هل السيرفس ديسك هم اكثر فنيين اكثر منهم اداريين بيكونوا يعني لو عملت انت سيرفس ديسك بالجامعه تمام بيكونوا حلوا مشاكل الناس اللي بتستخدم خدمات التكنولوجيا مثلا فبيكونوا ناس تقنيين او فنيين اكثر مور سبيشال ذان ان اي تي مور ذان مانجمنت بيكونوا فنيين اكثر منهم مدراء اصلا المدير يعني مثلا بيكون مثلا ماسك الاداره او شيء ممكن يحتاج له حتى المدير يحتاج للسيرفيس ديسك ولو قراراتك تمام المدير نفسه هو يستخدم سم اوف اي تي سوليوشنز يحتاج بعض الحلول التقنيه يستعين بالسيرفيس ديسك واضحه علشان يعمل تقارير تمام هو ياخذ من ناس يعني فنيين اكثر منهم دارين في تاريخ اكثر اوكي سو ممكن تطبق الكلام هذا طبعا مشكلة الاي تي طبعا في بعض المناطق طبعا عندنا وبعض غيرنا especially in developing countries they provide IT they don't qualify people قد يجيبوا الأجهزة التقنية ما يجيبوش الناس اللي يشغلوهم تمام فليش الناس يقولوا human resource development تنمية الموارد البشرية وانت تحتاج مع الاي تي انك تجيب ناس فاهمين يعني احنا انت جيت مثلا معانا داتا شو بس ما حد شغلوش الا معك معمل كمبيوتر ممكن تحصل انتم معكم بالهندسه بتكونوا شغالين ما شاء الله لكن بعض الكليات المراهق ممكن تحصل عندهم الامكانيات الماديه للهاردوير تمام ممكن حتى السوفت وير والبرامجيات بس ما فيش الهيومن ريسورسز اوكي But it is a good idea to adopt إنه نتبنى خدمة الاي تي مثلاً في الجامعة. We are using to some extent. Okay. So why service desk؟ أنا أقول لك ليش أصلاً محتاج service desk؟ Improve customer service perception and satisfaction. Again هنا للجانب البزنس. Managerial or business-like aspect. علشان طول من إيش؟ customer service. لما تخدم الزبون تمام بتحصل على إيش؟ بيكون عندهم طقع كويس perception good perception and satisfaction رضا الزبون. يعني الزبون ما يحصل ناس يساعدوا لو عنده مشكلة. تخيلوا بنجيب لكم مثال واقعي كذا. اللي يحصل كلنا مشتركين بالتلفونات والخدمات التلفونات لما تحتاج مثلا حصل لك مشكلة مع التلفون تتصل مش بخدمة العملاء إذا خدموك صح تمام هذه نفس السياق تمام إذا مثلا حلوا لك مشكلتك تمام بتكون طبعا كويس على الشركة مثلا سبابون يمن موبايل ولا MTN تمام يعني حصل لك مشكلة حلوا لك مشكلتك you will be satisfied بعدين اشبع صور كمان الشركة ايش بتستفيد من الساتسفاكشن اخر ممكن تستخدم اكثر يعني بقروض اشتراك ممكن برضو ايش يومين recommend services وهذا المهم مش ديك ايش يوصل للاشخاص you will use word of mouth
يسمونه وورد اوف ماوث، يعني من طريق التوزيع، يعني تقول اه فلان شركه فلان ما شاء الله يعني تمام، لو عندك اي مشكله على طول، اللي عندك استفسار على طول جاوبه، هذا اللي هي وورد اوف ماوث. بيجي زبون ثاني بيدخل مع الشركه هذه، they will increase their customers، okay customer numbers through customer satisfaction. So increase accessibility through a single point of contact, communication and information. Increase accessibility عن إيش؟ الإتاحة أو الوصول. Accessible يعني يمكن الوصول إليه، صح؟ الوصول إليه. من خلال single point of contact، من خلال services single point of contact. يعني معك مكان محدد تتواصل معه. Communication and information. Better quality and speedier turnaround of customer requests. برضو مشاكل طلبات الزبائن يتم التعامل معها بشكل أفضل بجودة أكثر. Enhanced focus and a proactive approach to service provision. ركزوا على هذه proactive approach. What does it mean? إيش معناته هنا؟ Chance. لا، proactive معناته زي ما تقول أنت تملك زمام المبادرة، زي ما تقول preemptive، يعني قبل ما تحصل المشكلة المفروض إنه تعامل معها. الreactive عادة أكثر الشركات بتحصلوا بالذات عندنا، يعني الناس اللي ما يعملوش إدارة صح يكون تصرفاته رياكتيف، تمام، هذا ريسبونس، حصلت مشكله تصرف معها، ما بدا بدينا عليه، وما يبداش يعمل خطط مسبقه او تصرفات مسبقه قبل ما توقع المشكله. كنا صح قد تصرف. طيب دكتور، في اختلاف بين انهانس هنا والامبروف. الامبروف يطور، انهانس يعزز، يعني كلمات زي ما نستخدمها بالعربي بالانجليزي، بس الانهانسمنت توحي بتعزيز بقوه. تمام، اوكي. سو ريدوس نيجاتيف بزنس امباكت. طبعا when you work well there will the negative impact will be less، يعني اللي هو التأثير السلبي يكون أقل. طبعا الهدف الشركات the objective of businesses is to have no negative impact، صح؟ to eradicate negative impacts. الشركات هذا ما يشتيش أي سلبية، ما يشتيش أي آثار سلبية، بس يحاول برضو إيش إذا يقول أثر لأنه قد حصل مثلا انسدام إنه يكون reduced بسيط خفف. Better managed infrastructure and control. Of course طبعا قلنا infrastructure means البنية التحتية، يتم إدارة البنية التحتية بشكل أفضل والتحكم بشكل أفضل. Improved usage of IT support resources and increased productivity of business personnel. برضو استخدام أفضل لتقنية الIT للموظفين، personnel هنا الموظفين. شخص هو شو بدل ريسورس؟ ها؟ ريسورس مثل ايش؟ ريسورسز الموارد. Improve the usage of IT support resources. ها. جاوبوا. مثل ايش مثلا؟ موارد دعم. أجهزة معينة تتعامل معها. أجهزة معينة تتعامل معها. يعني مثلا متابعة مشاكل الزبائن، استفساراتهم، تمام؟ تسجيلها، تمام؟ التعامل معها.
So, مثلا ممكن تعمل داتابيس، ركزوا معي. ممكن تعمل داتابيس مثلا وتسجل طلبات الزبائن المتكررة، ايش الزبائن تجيبهم، صح؟ ايش المطلوب؟ علشان تاخذ بعدين ايش؟ الفعل. اوكي تو هاف ان اكشن. يعني at some point we'll use dimming quality cycle. بس ما تبغاها. دولت dimming quality اللي هي ايش؟ plan, do, بعدين check, بعدين act. دائما تخطط للعمل. الجودة عندهم كذا فكرة عن جودة الشن جودة الشن إنك تحاول إنك تخطط وتلف بعدين تشوف